موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. ألقت مصالح الأمن في مدينة الدار البيضاء مساء أمس القبض على شاب بتهمة الانتماء لما يعرف بظاهرة التشرميل وترهيب المواطنين والسرقة تحت التهديد باستعمال أسلحة بيضاء، حيث ذكر مصدر أمني لشوف تي في أن المعتقل سبق وتم اعتقاله 3 مرات بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسطو على حافلات قصد سرقة الركاب، ويخضع المتهم إلى الحراسة النظرية للاستجواب والاستنطاق لاستكمال مجريات التحقيق. يبدأ مجموعة من الشباب الأفارقة حاملي المشاريع غدا الأحد انطلاقا من داكار رحلتهم باتجاه المغرب، وذلك في إطار الدورة الثانية من قافلة استكشاف الفرص بإفريقيا السنغال المغرب. وتستهدف هذه القافلة التي تجري بين 19 و30 أبريل الطلبة وحاملي المشاريع والمقاولين، وتتوخى تشجيع روح العمل المقاولة لديهم والسماح لهم بتنمية قدراتهم على تسيير وإدارة المقاولات. دولياً، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولون اليوم أن الصحفيين الفرنسيين 4 الذين تم اختطافهم في سوريا في يونيو الماضي أفرج عنهم ويوجدون في صحة جيدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أولون قوله إنه تبلغ بارتياح كبير هذا الصباح بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين 4 الذين كانوا محتجزين في سوريا منذ يونيو الماضي. كان قد تم الإفراج نهاية مارس المنصرم عن الصحفيين الإسبانيين أيضا خافيير إسبينوزا وريكاردو غارسيا فيلانوفا بعد احتجازهما لمدة 6 أشهر. رياضيا، أنهى الفارس المغربي عبد الكبير والدار منافسات المرحلة الأولى لنهائيات كأس العالم للقفز على الحواجز المقام حاليا في مدينة ليون الفرنسية ما بين 17 و 21 أبريل الجاري في المركز الخامس، حيث يعتبر أول فارس مغربي يشارك في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، ويعود المركز الأول في هذه المسابقة التي تصنف ضمن المسابقات الأبرز في تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية للفارس السويسري شويزر متقدما عن الفرنسي دولافو، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس الألماني بيربوم. وستقام المرحلة الثانية من هذا السباق اليوم تحت الأضواء الكاشفة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز الإخباري في رعاية الله وحفظه.